السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء الإله أن نلتقي بعد اشتياقي، نبض القلب بفرحة عند التلاقي. أحمد الله العلي مقسم الأرزاق، وثاق المحبة والأخوة خير وثاق. يجمعنا لقاء لنناقش أزمة أخلاقي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ازمه اخلاق. معنا ومعكم فضيله الشيخ ايمن المصري. مرحبا فضيله الشيخ. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك واهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان. الله يكرمك حبيبي. نحب ننوه ان احنا معانا حاله مريضه عندها اعاقه، ما بتقدرش تمشي، يعني شاب ما بيقدرش يمشي. فاهله تواصلوا مع الشيخ ايمن وتواصلوا مع البرنامج، وقال ان هم محتاجين يعملوا له عمليه عشان يقدر يمشي زي اي حد طبيعي. محتاجين المساهمة من أهل الخير، فتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق رقم الشيخ أيمن أو رقمي، وإحنا نوصلكم بالحالة مباشرة. كمان نحب ننوه، لأن إحنا توقفنا عن الكلام عن السحر، كان أخرنا الحلقة اللي فاتت، إن أي حالة تعاني من سحر أو مس أو حسد تتواصل مع الشيخ أيمن أو عن طريقي عن طريق الرقم الخاص، وإن شاء الله الشيخ أيمن يتعامل معها. حلقتنا النهاردة الأرقام موجودة على الشاشة. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن أزمة كبيرة بتواجهنا، أزمة من أكبر الأزمات أو أساس كل أزمة، الغفلة وقسوة القلب. شيخ أيمن، أزمة حقيقية، أزمة كبيرة، الغفلة وقسوة القلب. إيه هي مظاهر الغفلة؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الطاعة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا بأكملها التقوى، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله عليه وسلم. فعلا أزمة حقيقية يمر بها العالم الإسلامي أجمع. كثير من الناس غفل عن ذكر رب الناس، كثير من العباد الآن يعيش في غفلة وبعد عن ذكر الله، في غفلة عن طاعة الله والسجود لله. في ناس كتير عايشة في غفلة إن هي بتعرض عن ذكر وسماع آيات الله. مرض عضال يصيب الأمة. أسأل الله، أسأل الله أن ينجينا من مرض الغفلة، من هذا المرض العضال، وأن يجعلني وإياك والمشاهدين وجميع المسلمين من أهل الطاعات ومن أهل الخيرات ومن أهل يعني عباد رب الأرض والسماوات. فمظاهر الغفلة، الغفلة وقسوة القلب. والله شيخ محمد، أشد مرض يصاب به الإنسان الغفلة وقسوة القلب. لأن الغفلة هي إيه؟ الغفلة اللي إنسان غافل وعن أن الذي خلقه هو الله. نعم. الإنسان غافل أن يعيش في غفلة، أي طمس على عينه وقلبه، والقلب قبل العين طمس عليه بمرض حب الدنيا. الدنيا بزينتها ولذاتها وشهواتها وضيعاتها، فطمس على قلبه وعينه، أصبح لا يرى إلا الدنيا. القلب أصيب بمرض الغفلة. إذا أصيب هذا القلب بالقسوة أصبح متكاسل في الطعام، أصبح لا يفكر ولا ينشغل بآيات رب الأرض والسماوات. يعني الغفلة تؤدي إلى قسوة القلب يقينا. إنسان غافل عن ذكر الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر، اللي بيبقى عن ذكر الله إيه ده؟ يويل قلبه. لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو قلبك ده عايز يطمئن بذكر الله. ففي ناس كتير اساسا يا شيخ محمد عايشه في غفله. القلب ده نعوذ بالله واياك والمشاهدين
من قسوة القلب. آمين. أما القلب اللين، صاحب القلب اللين وصاحب القلب الرقيق، فهذا في نعمة من الله، لأن صاحب القلب الرقيق عنده بصيرة، دايما بيتأثر بآيات الله، عارف أن الله تبارك وتعالى له حق عليه. في ناس كتير غافلة عن هذه الحقيقة شيخ محمد، العبادة. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسمع بقى الآية في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحق إن احنا مخلوقين للعبادة. شوف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، يقول معاذ: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو رديف النبي، راكب وراء سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كده، إيه على إيه الناقة. فقال النبي: يا معاذ. ثم رد عليه معاذ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، يعني النبي سكت كده ومشي شوية، ثم قال مرة أخرى: يا معاذ. فمعاذ يقول: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، سكت كده النبي صلى الله عليه وسلم ومشي، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة، مشي كده شوية من بعد شوية من الوقت، قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ اسمع الحتة دي. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا أطاعوه؟ أنت الأول الله تبارك وتعالى لك له عليك حق، حقه العبادة، هو مش هو اللي خلقك، هو اللي جملك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إزاي يبقى عندك غرور بالملك اللي خلقك؟ يبقى ربك قال لي عليك إيه؟ حق العبادة. شوف بقى حقك أنت عليه إذا أطعته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا أطعوه؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا أطعوه، ألا يعذبهم. الله أكبر. شوف أنت لو طعت ربك وكنت عايش دايما كده مع الملك في رحاب القرآن، في رحاب السنة، بقى لك عند الملك حق. شوف الملك، شوف الكرم والجود، بقى لك حق. حقك إيه؟ أن الله تبارك وتعالى لا يعذبك. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أصحاب القلوب النضجة، القلوب اللي هي اليقظة، أنا وإنت وكل المشاهدين يا رب العالمين. لذكرك آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في لبس عند كتير من الناس، يجي مثلا وقت الصلاة يقول لك إيه، ما أنا شغال، ما العمل عبادة. فإيه رأيك في موضوع العمل عبادة؟ يعني يقول لك ما العمل عبادة. لا، العمل عبادة هو طريق إلى العبادة. نعم. لكن الفرائض الأساسية ما ينفعش تجاهلها. نعم. الشيخ محمد، الفريضة الوحيدة اللي فرضت في السماء هي الصلاة. نعم. كل الفرائض سيدنا جبريل نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. فالعلماء استنتجوا إيه؟ إن الصلاة الفريضة الوحيدة اللي فرضت في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، ده من قدر وعظم الصلاة. نعم. الصلاة ما لهاش أي عذر. الصيام ممكن تقضي، الحج ما حجتش السنة دي ممكن من السنة القادمة، أما الصلاة حتى لو مريض تصلي وانت جالس، مش قادر هتصلي وانت نايم، مش قادر هتصلي بطرف عينك. نعم. ملهاش عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ملهاش عذر.
هو ده حق ربنا عليك. نعم. العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صلى الله عليه وسلم من لا تنهيه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية أخرى لا يبارك الله في عمل ينهي عن الصلاة. نعم. أي عمل بينهيك عن الصلاة مفيش بركة. نعم. ربنا مش يبارك لك فيه، لأن دي الركيزة الأساسية. نعم. بعد نطق الشهادتين إيه؟ إقام الصلاة. مع التنويه طبعا للأمانة العلمية، أن من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، من ناحية السند هو ضعيف. بس من باب فضائل الأعمال. عشان من ناحية الأمانة العلمية يعني عشان نوضح للمشاهدين. طيب قسوة القلب، إزاي أعرف أن أنا قلبي قاسي والعياذ بالله؟ يعني الشخص اللي قلبه قاسي، إيه مظاهر القسوة أو إيه علامات القسوة؟ أول شيء اللي قلبه قاسي وغافل عن ذكر الله دايما متكاسل في الطاعات. نعم. عنده كسول، كسل. متكسل ازاي؟ متكسل يعني كسول. نعم. مش بيجي يا عم قوم صلي، مش قادر يا عم يلا، ده الصلاه دي اهم شيء، ركيزه اساسيه. نعم. روح صلي انت، انا هصلي على النبي. نعم. زي ما ناس كتير بتهزر. نعم. عنده تكاسل. نعم. في الطاعات، يجي في شهر رمضان مثلا في الصيام مش قادر، بيصوم اليوم بالعافيه، طول النهار عمال ينفخ، وطول النهار زهقان، وطول النهار اصلا عطشان، اصلا واحنا مخلوقين عشان ربنا يعذبنا؟ حاشا لله يا اخي، حاشا لله. ده الصيام ده كله بركه وكله رزق وكله خير. حتى الصلاه ده دلوقتي في الغرب، في دول الغرب بيوصفوا للمرضى بتاعتهم اللي عندهم شحنات زياده في الكهرباء، بيوصفوا لهم حركات تشبه الصلاه تماما، في الوقوف والركوع والسجود. نعم. سبحان الملك. الصلاة اللي انت يعني مستتقلها على قلبك دي كلها رياضة للجسم. نعم. انت شوف كده لما بتتحرك، كل دي رياضة للجسم. الصلاة دي بتنشط لك الهيئة والكيمياء بتاعتك والذاكرة. فالعائد بيعود عليك انت الاول كصحيا. نعم. وجسمانيا. نعم. ثم ان انت بترضي ربك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك. نعم. وليه عليك حق، حقه عليك العبادة. فالتكاسل أول شيء، تكاسل. دايما الإنسان الغافل، الإنسان اللي هو عنده قسوة في القلب دايما متكاسل في الطاعات. إن صلى بيصلي بالعافية، ممكن يصلي يوم يوم لا، ممكن يصلي الجمعة بس، ممكن ما يصليش، ما هو متكاسل. ثم عدم التأثر بالقرآن. دايما الإنسان اللي قلبه كده امتلأ قسوة وغفل، دايما لو سمع القرآن مش في دماغه، لو سمعه في أي حتة ما بيتأثرش بيه، مفيش تأثير كده، ما بيخشش على القلب ويخليه كده يهتز ويخليه كده يبقى عنده خشوة، لا 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 خالص. يسمعه في أي مكان أو ما سمعوش، هو طبعا ما بقاش عنده رغبة أنه هو يسمعه. ده أنا بقول لك لو عرض عليه آيات القرآن ابدا يعني لا يتاثر به. نعم. يبقى كده عندنا اول حاجه التكاسل. عدم التاثر بايات القران، حب الدنيا او التعلق بالدنيا وزينتها. نعم. ثالث حاجه، حب الدنيا او التعلق بالدنيا، بيبقى بيحب الدنيا جدا. نعم. الغافل بيحب الدنيا جدا، عايز يضحك يهزر يخرج. نعم. حياته كلها خروجات، حياته كلها عزومات، حياته كلها ضحك واهات، حياته كلها بعيدة كل البعد. نعم. عن الطاعات، بعيد، بيحب الدنيا، واحد قلبه متعلق بالدنيا، كل شوية يا عم يضحك النهاردة، احنا عايشنا النهاردة وموتني بكرة. نعم. يا عم لما نكبر نبقى انتو، يا عم اتق الله، يعني الموت يأتي بغتة فجأة وهو متعلق بالدنيا، كل حياته جمع مال، كل حياته اهم حاجة المنصب، اهم حاجه يوصل للمكان اللي هو عايزها، اهم حاجه انه يجمع يبني يشتري عقارات. فده يعرف انه ابتلي بمرض قسوه القلب. يبقى التكاسل، عدم التاثر بايات القران، التعلق الزائد بالدنيا. نعم. وزينتها. نعم. رابع حاجه، ضعف تعظيم الله تبارك وتعالى في قلبه. قلبه ده ما بيتأثرش بأي تعظيم، واحد يذكره بالله يقول له ده ربنا مدك بالصحة، ده ربنا اللي مدك بالمال، ده ربنا اللي أنعم عليك بالنعم اللي أنت فيها، ولا مفيش.
مفيش هنا تعظيم للملك. عادي يا عم، ده انا بكسب بمجهودي، ده انا بشطرتي وفهلوتي. مش في دماغه ان الذي انعم عليه بهذه النعم هو الله. خامس حاجة واخيرا، الوحشة المظلمة التي يجدها قاسي القلب. قاسي القلب دايما يا شيخ محمد هتلاقيه عايش حياة صعبة والله، حتى لو معاه مال، حتى لو ميسور الحال، دايما كده بيجد وحشة في قلبه كتير. يا مولانا كتير، تلاقي واحد مثلا مليونير مثلا ومعاه ومرفه ويقولك انا مش سعيد. مش سعيد تسأله كده، والله انا بص معايا كل شيء لكن مش حاسس بالسعادة. هي دي بقى، دايما بيحس بوحشة، دايما بيحس في حياته باكتئاب، دايما في ظلمة كده في قلبه، دايما ما بيحسش بطعم الحياة مع انه مرفه جدا ومعاه كل وسائل الترفيه، لكن دايما بيحس ان هو غريب، عايش وحيد. دايما بيحس ان اللي حوالين منه بيستنزفوه، اللي حوالين منه عايشين معاه عشان المصالح. حياته كلها كده تعب شقاء، وهو ده الذي اخبرنا عنه رب الارض والسماء، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. شوف وعد من الله. اسمع كل مسلم موحد، كل واحد عايز يفوز برضا الله، شوف الملك بيقول لك ايه. ومن اعرض عن ذكري، لو انت بعدت عن الطاعه، بعدت عن الذكر، فان له معيشه ضنكا. هتعيش معيشه ضنك في الدنيا والله مهما ان كان معاك. لا وكمان ايه، خسر الدنيا فقط، لا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فطول ما انت بعيد عن الروحانيات، ما القلب ده كل جسم ليه روحانية، ليه غذاء للروح. لو انت ما مددتش غذاء روحك وغذاء قلبك بالتعلق بالله والصلة بالله والطاعة لله، والله هتحس ان انت غريب. ودايما في وحشة وظلمة في حياتك، دايما في اكتئاب، دايما في مصائب، دايما في مشاكل، دايما ما بتحسش بحلاوة الحياة، دايما في ضنك، لان الذي اخبر بهذا هو الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. طيب، أسباب قسوة القلب، إيه الحاجات اللي بتؤدي إلى قسوة القلب؟ يعني أنت أتكلمنا عن مظاهر إزاي تعرف إن القلب قاسي. طيب إيه أصل الأشياء اللي بتؤدي إلى قسوة القلب، تخلي القلب في قسوة؟ أول شيء يا شيخ محمد اللي بتخلي القلب قاسي، التعلق بالدنيا. التعلق بالدنيا، واحد حياته كل أهم حاجة الدنيا، شاغل نفسه بالدنيا وشاغل نفسه بجمع المال، ويطلع من نجاح الى نجاح في الدنيا. نعم. كل همه يوصل لمنصب، يوصل لدرجه معينه، حياته كلها اهم حاجه اشوف ولادي في مكانه كويسه، مفيش مشكله. نعم. ولا فيها اي مشكله، لكن ما تعلقش الاخره على حساب الدنيا. أنا ربنا خلقني وقلنا من أجل غاية هي العبادة. نعم. يبقى أنا منساش حق ربي وانشغل بحق نفسي وانشغل بهوايا. يبقى أول شيء التعلق بالدنيا والانشغال بها. نعم. دي بيخليك، أو ده من أسباب قسوة القلب. قلبك هيقسى والله، وهيكون في ظلمة، وهتلاقيه كده قاسي. نعم. عارف يعني قاسي؟ يعني مفيش لا رحمة ولا لين ولا سماحة ولا رأفة، مش هيبقى في عندك عفو ولا صفح، مش هيبقى عندك اللي احنا بنقول عليها هيتنزع منك الإنسانية. نعم. ليه؟ لأن قلبك اتعلق بالدنيا. فانت لو اتعلق بالدنيا ويجي الشيخ محمد في برنامج قال لك احنا عندنا حالة إنسانية، واحد عنده شلل ومش قادر يمشي ولازم يتعمل له عملية، انت هتسمع الكلام ده هتتأثر؟ يا عم انا مالي، خليني في تجارتي، خليني في حالي. سمع كده في اي حته عنده في الشغل موظف من موظفينه، والله يا شيخ محمد
انا بشوف ناس من رجال الاعمال، مش عايز اقول لك مليونير، لا ملياردير، نعم، ويبقى عنده عامل محتاج عمليه ب10 ولا ب20,000 لزوجته ولا لابنه زي اللي احنا بنتكلم عليه ده. والله العظيم بالعافيه بالعافيه على ما طلع 1000 جنيه واداها له، تخيل. يبقى ده انسان تعلق بالدنيا هيعمل خير ويقدم لاخرته، هو عايش في غفله، هو خايف على ماله، هو اهم حاجه يكوم ويجمع. مع ان هو لو ويكنز. عمل لو عمل حفله مثلا لاصدقائه كده، لا يصرف هتعدي على نفسه. هتعدي تم العمليه اصلا، يعني لو عمل حفله لاصدقائه كده عاوز حفلات بتتكلم، يعني مش عايز اقول لك. نعم. لكن يجي على واحد فقير، واحد مسكين، واحد محتاج، هو ده بقى. نعم. يبقى من اسباب قسوه القلب حب الدنيا والتعلق بها. نعم. ثم ارتكاب الذنوب والمعاصي، كثرة المعاصي بتميت القلب، بتدخل على القلب كده سواد. للناس أنا أخبرنا هذا، إذا فعل العبد ذنب نكتت له نكتة سوداء. نعم. شوف بقى كل شوية ذنب في ذنب في ذنب في ذنب، القلب بيمتلئ سواد. نعم. بيؤدي إلى غفلة، خلاص طمس على القلب زي ما قلنا. نعم. أصبح القلب مظلم كتر المعاصي والذنوب مع حب الدنيا مع الغفلة. نعم. مع أهم شيء نسيان الموت. نسيان الموت، ودي بقى أهم ركيزة بتؤدي إلى الغفلة. نعم. واحد غافل، هو مش في دماغه إنه هو هيموت. نعم. هو نسي إنه هو هيموت، مع إن يا أخي دلوقتي بقى موت الشباب أكثر بكثير من موت الكبار. والله يا شيخ محمد احنا محتاجين ان احنا نفوق، احنا اصبحنا في غفلة دلوقتي. بتلاقي الناس رايحة تدفن شخص وتدفن صديق او قريب او حبيب، والله بيبقوا واقفين قدام المسجد ما بيخشوش يصلوا. الله، هو ده مش واعظ ليك؟ هو الميت ده مش المفروض تتعظ منه ويخرج بعد ما يدفن صاحبه أو جاره أو قريبه ويروح، مسافة ما يخرج بس من المقابر نسي تماما، نسي تماما الموت. الموت ده شيخ محمد لو نسيت ان انت هتموت انت هتقدم ايه؟ ما انت دلوقتي لو حاطط في بالك ان انا هموت ممكن بعد ساعة، يبقى اكيد في الساعه دي هفضل اشتغل مع ربنا عشان انا خايف لموت. فالموت نعم لازم نتذكر الموت، لازم نتذكر الموت. نكمل كلامنا ولكن بعد الفاصل الاعلامي. مشاهدينا الاعزاء نطلع فاصل وهنرجع لبعض تاني. ورجعنا لكم تاني ولازلنا نستكمل حوارنا عن أسباب قسوة القلب. الشيخ أيمن اتكلمنا أن من أسباب قسوة القلب التعلق بالدنيا ونسيان الموت أو عدم ذكر الموت. سيدنا علي يقول في هذا المعنى: الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. هينتبه فين بقى؟ في القبر. نعم. نسيان الموت. نعم. والسكرات. نعم. من أشد أنواع الغفلة وقسوة القلب. نعم. إن أنا أنسى إن أنا هموت. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله
واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى أي في الدنيا تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، ولا يبقى إلا الذنوب والمعاصي كما هي. الموت كأس وكل منا شاربه. الشيخ محمد، الكل سيموت، الكل سيموت وسيعرض في اللحود وسيأكله الدود، والله ستحمل على الأعناق. زي ما انت النهاردة حامل بكرة ستحمل، زي ما انت بتشيل وتوصل للقبر والله انت كمان ستوصل الى القبر، وستوضع في القبر وحدك، وحيدا ذليلا منفردا، ليس معك احد. عملك هو فقط من سيوضع معك. والله المال سيرجع، الاهل سيرجعون. واخبرنا بهذا النبي، اسمع اسمع يا كل غافل، اسمع يا اللي أخذتك الدنيا وأنستك الآخرة، اسمع، والله ستوضع في القبر وحدك وستسأل وحدك مالك. أهلك هيرجعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم أو يتبع الميت ثلاث: عمله، أهله، ماله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ابنك هيسيبك ويرجع، أحبابك، أصحابك، العمال اللي كانوا شغالين عندك. يا أخي أعز الناس إليك أخوك، أقرب الناس إليك هيتركك لوحدك في القبر. في حد هينزل يتسأل معك؟ ستوضع وحدك. والله تبارك وتعالى ينادي: عبدي، على الأكتاف حملوك، وفي التراب وضعوك، وذهبوا وتركوك. الكل سبك وروح، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولا ينفعك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هتتحط لوحدك في القبر. بالله عليك، كم مرة الإنسان بيتذكر إنه هو هيموت وبيتذكر ساعة خروج الروح؟ تخيل كده الموت لما يجيلك فجأة، حالك هيكون ايه؟ انت ميت على ايه؟ تليفونك اللي معاك ده مليان ايه؟ في قرآن، في فيديوهات اسلامية ودينية، في فيديوهات كده عشان اما تموت، ما هو مش من مات على شيء بعث عليه. طب بالله عليك، لو تلفونك مليان أغاني، مليان كليبات، مليان مناظر عارية أو نساء عارية، طب بالله عليك ساعة الموت اللي بيجي فجأة ده هتعمل إيه؟ هتبقى نفسك تقول لها أي حد جنبك: اتخلص من التليفون بتاعي ده، ده هيوديني في داهية. بس مش هتقدر. انت ما تخيلتش لما تيجي تموت كده انت عايز تموت على إيه؟ ما هي دي الغفلة، اللي مش مجهز نفسه دايما للموت. طيب انت عايز ملايكة بيض الوجوه ينزلوا كده يطمنوك؟ نعم. ان الذين قالوا ربنا الله، ركز. نعم. وكل المشاهدين، الله تبارك وتعالى توقف ان الذين قالوا ربنا الله بالكلام، لا، ثم استقاموا. نعم. يعني لازم في ايمان باللسان وتصديق بالجنان اي القلب، وعمل بالجوارح والاركان عشان تحقق الايمان. ثم استقاموا، مالهم بقى يا رب؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. تتنزل عليهم أنت ساعة الموت. نعم. ألا تخافوا، الملائكة بتطمن الإنسان: اوعى تخاف، اوعى تحزن، ألا تخافوا ولا تحزن. طب هو ليه بيقول له اوعى تخاف اوعى تحزن؟ اوعى تخاف من موت، اوعى تخاف ان انت هتترك الدنيا. طب والحزن، اوعى تحزن ان انت سبته.
اوعى تحزن على املاكك اللي انت سبتها، اوعى تحزن على اولادك، او اوعى تحزن على امتعتك في الدنيا، لان اللي جاي افضل، اللي جاي احلى. اسمع: وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الجنه اللي انت كنت بتتمناها وعايش عشانها في انتظارك، لان كل متاع الدنيا ما يجيش ذره، ما يجيش ذره جنب اللي في الجنه. يا اخي، ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوسين، اي مساحه تقدر بنصف متر في الجنه، خير من الدنيا وما فيها. الملائكه بتطمنوا، ينزلوا عليه كده ملك بيض الوجوه. ما هو الغفله ايه؟ ان انا بنسى ان في سكرات متهجيلي. طب انت عايز روحك تخرج سهله، ولا عايز روحك تخرج كده يعني بتنتزع منك ما انت ماسك، مش عايز تموت؟ في فرق. اللي بيحب الاخره، من احب لقاء الله كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اهو ينزل بقى عليك ملائكه بيض الوجوه، معهم كفن من الجنه، حنوط من الجنه. الملائكه كده بيض بيطمنوك، روحك صعدت. ها، تنزل بقى القبر، الناس بتمشي، انت بقى بتسال: طب بالله عليك، كم واحد ذكر نفسه انه هيوضع في القبر؟ كم مره كده في حياتك تذكرت ان انت هتوضع لوحدك في القبر؟ طب انا هتصرف ازاي؟ او حالي هيكون ايه؟ او انا يا رب هعمل ايه؟ طب انا لازم اقدم لهذا اليوم. ما هو انت لو انت عرفت ان انت هتسأل، وخلي بالك المكان ده مش بيعدي مني اللي هو حلو التبيان اللي عنده لسان جميل، لا 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 لا، اللي هيتكلم في القبر عملك، صلاتك، عبادتك، صيامك، قراءتك للقرآن، برك بوالديك، الصدق، الأمانة، الوفاء، هو ده العمل الصالح، هو ده اللي هيخلي لسانك ينطق. لما منكر ونكير يجي لسانك كده: اقعد، قم، من ربك؟ اللي هيرد مين؟ اللي كان بيصلي، اللي كان خايف من ربنا، اللي كان دايما بيشتغل ويتسابق بالخيرات لرضا رب الارض والسماوات، هو لما يسألوه: ربي الله حقا، وما دينك؟ طب واحد كان مشغول عن الاسلام وعن القران، وكان مشغول عن الشريعه، عن الشرع، وان هو يتعلم امور دينه، طب ده لما يتسال هيقول لهم ايه؟ انت كنت شاطر زي ما كنت بتهتم بامور الدنيا، بتهتم بامور دينك، وكنت مراعي دينك زي امور دنيتك بالظبط او اكثر، لان هو ده الباقي ليك، والاخره خير وابقى. أو لما يتسأل اللي كان في حب الدين وفي حب الشريعة وفي حب الإسلام، أو لما الملك يسأله: وما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. خش على السؤال الثالث: وما الرجل، أو من الرجل الذي بعث فيك؟ طب أنت دلوقتي بقى لو ما كنتش بتحب سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومش متأسي بيه، ومش بتتبع سنته، بالله عليك هتعرف تجاوب؟ طبعا. ابدا. انت يا اللي ماشيه بشعرك، يا اللي متبرجه، يا اللي بتتزيني للرجال في الشارع، ياللي وياللي وياللي وياللي، هو ده التشبه بازواج النبي وبنات النبي؟ طب بالله عليك لما تتسالي: من نبيك؟ او من الرجل الذي بعث فيك؟ هتقولي له ايه؟ اللي مش هينطق لسانك مش هو اللي هينطق، ده العمل هو اللي بينطق. لكن المتبع اللي بيحب السنة، أول لما يسأل يقول: ونبي محمد صدقا. شوف بقى احنا دلوقت حالنا ايه مع الله؟ بالله عليك يا شيخ محمد، انا وانت وكل المشاهدين، انت بتتذكر الموت في اليوم كم مرة؟ طب انت بتتذكر القبر، اتذكرت القبر في حياتك كم مرة؟ كم مرة؟ هتلاقي ناس والله ممكن ما بتتذكرش القبر نهائي. طب انت هتقدم ازاي للاخرة وانت اساسا ما بتذكرش نفسك؟ ده نفس صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور، او زوروا المقابر، فانها تذكركم بالاخرة. زمان السلف الصالح كان فحت في بيته، ف
في الصالة كده، مكان الصالة بتاعته قبر جوه البيت، حفرة جوه بيته. نعم. كل ما تضيق عليه الدنيا يروح شايل الخشبة أو الباب. وينزل بالليل كده، بالليل في الثلث الأخير من الليل. يروح قافل على نفسه الغطا قبر في بيته، في بيته. عشان لما الدنيا تشغله، الدنيا لما تلهيه شوية يذكر نفسه، يروح نازل في القبر يقفل على نفسه ويكون لوحده ويبكي، يبكي ويظل يقول رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويفضل يبكي يبكي ويبكي. رب ارجعون، هو بيتخيل ان هو فين؟ في القبر، في القبر. رب ارجعون، زي ما ده حال ناس كتير في القبر، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا يقول له ايه؟ كلا كلا، خلاص الفرصة كانت في ايدك وانت ضيعتها. ده بيفضل يبكي ويصرخ رب ارجعون، رب ارجعون. اول لما تضيق بيه الدنيا بقى وتضيق بيه الانفاس من البكاء والذل والانكسار، يروح دفع الخشبة بقدمه برجله ويخرج ويقول لنفسه ها أنت قد عدت فاعملي ما قلت. أهو شوف الفرصة جات لك أهي، مش أنت دلوقتي كنت بتقولي رب ارجعون، أديك رجعتي، اعملي بقى. ثم يقول وهو يبكي أخشى، أخشى أن يأتي علي يوم أنزل فيه إلى القبر وأقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يقول لي الله كلا. شفت يا شيخ محمد، هم دول الناس اللي كان دايما بيتذكروا الآخرة. نعم. كانوا دايما بيتذكروا الموت. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما يذكر القبر كان يبكي، ويذكر النار فلا يبكي، فسألوه يعني لما تبكي عند ذكر القبر ولا تبكي عند ذكر النار، وقال تفضل. عثمان، هو في حد في إيمان عثمان؟ عثمان الذي تستحي منه الملائكة. نعم. من شدة حيائه ومن شدة إيمانه يسمع عن الجنة كما ذكرت، ويسمع عن النار لا يتأثر، أو يعني بيبقى بيقعد طبيعي بطبيعته. أول لما يسمع عن القبر بيخشى عليه. نعم. عارف يعني من شدة البكاء يخشى عليه. نعم. يجي له حالة إغماء، بيسألوه يا عثمان، يا عثمان تسمع عن الجنة وتسمع عن النار وكأن لا شيء، عادي يعني بتكون عادي، وتسمع عن القبر يخشى عليك، السر؟ شوف السر يا شيخ محمد، وهو كده بيبكي بيقول لهم ايه؟ علمت ان القبر اول منازل الآخرة، فإن كان سهل فما بعده أسهل، وإن كان صعب فما بعده أصعب. نسأل الله هو السلام. ده لو أنت عديت منه خلاص، لو أنت جاوبت على الأسئلة فالقبر. أسأل الله، أسأل الله أن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنة، وأن يعني يوسع على كل من مات من أحبابنا وكل من مات من المسلمين، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. آمين يا رب، آمين. مولانا سريعا لأنه واضح أن الوقت قرب يخلص، علاج قسوة القلب، إزاي نعالج قسوة القلب، القسوة اللي في قلوبنا؟ الرجوع إلى الله. نعم. التوبة، الإنابة، اوعى تفوت فرض، اوعى. الصلاة الركيزة الأساسية بعد الشهادة، اعلم يقينا كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول حاجة تحاسب عنها إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. والله لو أنت كنت إيه من غير صلاة كل عملك مردود. فأول شيء ألجأ إلى ربي بالطاعات، ألجأ إلى ربي
بكثرة الخيرات والتصدق، أشتغل مع ربنا، ثم القرآن، أخلي القرآن ده منهج حياتي. أبدا ما توقفش عن القراءة، أبدا ما توقفش عن سماع القرآن، عن آيات الرحمن. هي دي غذاء روحي، هي دي منهاجي وشريعتي. القرآن هو ده سبيل المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى لمن يا رب؟ هدى للمتقين. فأنت عشان تحقق التقوى لازم القرآن ده يبقى دايما نصب عينيك، اوعى تسيبه، وكل يوم تشتغل مع ربنا بعمل. ما تعديش يوم إلا ما تتصدق، ما تعديش يوم إلا ما تمشي يا أخي. كل حياتك خليها في طاعة، دايما كده انشغل بالطاعة وحب الناس. عايز ترقى قلبك وتخليه لين بالتصدق إلى اليتامى والفقراء والمساكين. يا أخي أهل التقوى شوف عاملين في, 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 في أموالهم حق. إن المتقين في جنات وعيون، ركز. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. يا رب. آمين. يا رب. آمين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم في أيفين في الدنيا. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، كان طول الليل قيام، أو شوف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شغال ساعة السحر بالذكر والاستغفار. اسمع بقى، وفي أموالهم حق، حق للسائل والمحروم. التقي دايما عامل في ماله حق، لمين؟ للسائل والمحروم، اللي بيسأل أو عنده مشكلة، اديني مال عشان أنا عندي ابنة محتاج عملية وأرد لك قرض حسن، واحد صاحبك بيميل عليك، أنا ظروفي تعبانة، ويعني ممكن بس مبلغ. يا أخي معاك، طلع ادي عشان ربنا يكرمك ويكون قلبك من أصحاب القلوب الرقيقة. وكل ما تكرم عبد من عباد الله اعلم يقينا أن الذي سيعوضك هو الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل القلوب الرقيقة. آمين آمين. يعني جزاك الله خير، كان كلام فعلا يعني يبكي القلوب. ونذكر المشاهدين، فضلتك قلت يعني الصدقات من الأشياء التي ترقق القلوب وكمان تزيد بركة، يعني ملكة يزيد بركة يعني. فنذكر المشاهدين بالحالة الإنسانية اللي معنا، شاب ما بيتحركش، عنده إعاقة ما بيتحركش، وأهله طالبين مساعدة عشان يعمل عملية عشان يقدر يتحرك. كمان نذكر المشاهدين أي حد عاوز يتواصل مع الشيخ أيمن علشان حالات المس والسحر والحسد يتواصل مع الرقم الخاص، أو لو مش بيرد أو مش موجود يتواصل مع رقم الخاص. مضى الوقت سريعا، استنونا إن شاء الله السبت الجاي الساعة 8 وحلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.